ويكي بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلاً ومرحباً بكم معنا اليوم في البودكاست الشهري ويكي بودكاست. البودكاست مقدم من طرف مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، واللي غيلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة غادي نتعرفوا على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات غادي تكون بلغات ولهجات متعددة كيف ما مولفناكم، كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبناء إيت أوماس، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في الحلقة ديال اليوم غادي نتعرفوا على مشروع ويكيبيديا والفن التشكيلي من خلال الحوار مع ضيفين مميزين اللي هما الأستاذة حياة أهلامين والأستاذ عمر علوي البلغيتي. بلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا ومستمعاتنا، رحبوا معايا بضيفتنا الأولى، وهي أستاذة مادة الفرنسية سلك ابتدائي، عضوة بشبكة القراءة بالمغرب، وعضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. سيدة حياة أهلامين، مرحبا بك معنا في برنامجنا. مرحبا لبنى، مرحبا بكل من يستمع إلينا، سعيدة بمشاركتي في بودكاست اليوم. أهلا بك أستاذة حياة أهلامين مرة أخرى، ونحن سعداء باستضافتك معنا. والآن معنا أستاذ عمر بلغيتي علوي، حصل على شهادة التقني العالي تخصص فنون وصناعات الطباعة بالرباط سنة 2008، وهو أيضا خريج المركز التربوي الجهوي فنون تشكيلية بالدار البيضاء. هو أستاذ المادة التربية التشكيلية بالسلك الإعدادي، ومؤطر الفن التشكيلي بمؤسسة التفتح الفني والأدبي بالحاجب، وهو أيضا عضو بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. سيد عمر، مرحبا بك. السلام عليكم، لكل الشرف أنني نكون حاضر معكم اليوم، وإن شاء الله نتمنى أنه يكون هذا اللقاء هذا هو لقاء إفادة واستفادة إن شاء الله في مجال فنون التشكيلية، ومرحبا. أهلا بك سيد عمر، ومرحبا بك معنا في البرنامج ديالنا. الفن التشكيلي أو الفن البصري هو مختلف الإبداعات التي يمكن رؤيتها، ومنها اللوحات الفنية وغيرها، ويتم إنشائها عن طريق لتحفيز الشخص من خلال تجربة بصرية، حيث تثير لدى الناظر إليها شعوراً ما، سواء كان جيداً أو سيئاً، وتعد هذه الأشكال الفنية شائعة جداً ومتنوعة. ومن بين الفنون البصرية الفنون الزخرفية التي تشمل السيراميك والآتات والتصميم الداخلي وصنع المجوهرات وغيرها. هذا تعريف من بين التعاريف اللي كتعطى للفن التشكيلي. سي عمر البلغيتي، أنت أستاذ الفن التشكيلي، من أين أتى حبك للفن التشكيلي وكيف تأثرت به؟ فأولا شكرا على هذا التقديم وعلى هذه اللمحة التعريفية البسيطة. طبعا فاش كنتكلموا على الفن التشكيلي بصفة عامة، وقد نعتبره أنه جزء من تاريخ البشرية، لأنه كم من حضارة تعرفنا على ما خلدته من تراث أو من موروث حضاري وإنساني فقط عن طريق ما تركته من نسميها أعمال فنية، وإنما هي يعني من الأشياء التي تركتها. نقدر ناخذ مثلا الحضارة الفرعونية كمثال. بالنسبة لي من أين أتى هذا الإلمام الجانب الفني؟ بكل بساطة ترعرعت وسط عائلة تمتهن الفن بمختلف أطيافه. يكفي مثلا أن أذكر أن الوالد درسني في شعبة الفنون التشكيلية بمكناس، الأخ كذلك هو مدرس لمادة التربية التشكيلية الذي يسبقني في العمر، الأم رحمها الله متذوقة ديال الموسيقى والفنون التشكيلية، وبالتالي فالوسط الذي نشأت فيه كان عاملا مساعدا باش أنني نأخذ المسار ديالي في هذا المجال. جميل جدا أستاذ عمر، يعني أنت ابن عائلة فنية عريقة
إن صح القول، أنك يعني ترعرعت وسط الفن التشكيلي، وأنت تشتغل في الفن التشكيلي، أشنو هما المدارس اللي تتواجد بزاف هنا في المغرب، وكيفاش كان المسار ديالك المهني والدراسي؟ لأنه كيف ما كنعرفوا المدارس المختصة في تدريس الفن التشكيلي بالمغرب هي قليلة بزاف، دونك واش تقدر تهضر لينا على هذا الجانب هذا؟ طبيعة الحال بالنسبة للمسار الدراسي ولأي عاشق أو لمن يود متابعة الدراسة ديالو في المجال الفني، فتبتدئ من السلك الثانوي التأهيلي عبر تخصص، وهناك شعبة واحدة تسمى بشعبة الفنون التطبيقية في التسمية الحالية ديالها، أو سابقا كانت تسمى بشعبة الفنون التشكيلية. فمن بعد البكالوريا كيتفتح واحد المجال ولكنه يظل محدودا، لأن مثلا المدارس الفنية بالمغرب تنحصر في معهد ومدرسة عليا للفنون الجميلة تتواجدان بمدينتي تطوان والدار البيضاء، ثم هناك المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية، وهو تخصص قد نقول عليه فني وعلمي، لأنه الهندسة المعمارية تجمع بين الفن وبين التصميم وبين الهندسة. كنظن أن هناك واحد المجال ثانوي شيئا ما، إن صح القول ينتمي إلى المجال الفني الثقافي، اللي هو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، اللي كنوجدوا بين الشعب ديالو الديكور السينوغرافيا، وبالتالي هناك تدخل أو لا تداخل بين الفن التشكيلي وهاد أصناف من الفنون. إيه هو الشيء اللي هو طاغي على المدارس الفنية اللي عندنا في المغرب؟ أنه تظل محدودة جدا، خاصة مع الطلب اللي هو كاين واللي هو متزايد، وبالتالي نتأسف على حرمان واحد العدد مهم وكبير ديال الطلبة والتلاميذ اللي كيبغيو أنهم يتبعوا المسار ديالهم الفني، ولكن في ظل محدودية هاد المدارس، وفي ظل كذلك أنه لما نتكلم عن المحدودية نتكلم طبيعة الحال حتى على العدد الأفواج اللي كتدخل تكون في هاد المدارس يظلوا محدودا. إذا طبيعة الحال هنايا يخلف لنا بأنه واحد عدد كبير ديال الطلبة يحرمون من متابعة المسار الفني ديالهم. نتمنى أنه إن شاء الله الأمور تدارك ويكون شي حل لهذه الإشكالية هذه. نعم أستاذ عمر، في الحقيقة احنا كنواجهو زعما مشكل كبير في هذا الخصوص هذا، لأنه كيف ما قلتي المدارس قليلة جدا، ونتمنى أن الجهات المسؤولة أنهم يخدموا على هذه النقطة هذه. الأستاذة حياة، أستاذة حياة، أنت أستاذة ديال اللغة الفرنسية بالسلك الابتدائي، وشنو ممكن تقولي لنا على كيفاش جاتك الفكرة باش أنك تكتبي حول الفن التشكيلي، وواش كتكتبي في مجالات أخرى من غير الفن التشكيلي؟ نعم لبنى، أولا نبغي نقول بأن الفن التشكيلي هو شكل من أشكال الحضارة المغربية، فمنذ زمن نجد هذا الفن حاضر وبقوة في الثقافة المغربية من خلال الزربية، الخزاف، الزليج، النقش والصناعة التقليدية. بمعنى أن الفن التشكيلي في المغرب له تاريخ، واللي بحث واحد شوية في هذا المجال غيلقى بأن الفن التشكيلي في المغرب مر من 3 مراحل مهمة، وهنا يجب أننا ننوه بالمجهودات الكبيرة اللي قاموا بها رواد هذا الفن من أجل إعطاء البوادر الأولى للتشكيل المغربي والحد من التأثير الأجنبي، أو بالأحرى التأثير الاستعماري. إذن إذا كتبت على الفن التشكيلي فأنا كنكتب بالدرجة الأولى عن الهوية المغربية، وهنا ربما كان دست للشطر الثاني من السؤال ديالك، أنني ما تنهتمش فقط بالكتابة في الفن التشكيلي ولكن أيضا بالكتابة في مجال الرياضة، وقمت بترجمة وإنشاء عدة مقالات حول لاعبات المنتخب المغربي لكرة القدم.
جميل أستاذة حياة، وأحييك بحرارة على حبك للكتابة وعلى تقاسمك المعلومات مع زائري الصفحات ديال ويكيبيديا. أستاذة حياة أهلا، مين واش تقدري تهضري لينا شوية على طريقة العمل في المشروع ديال ويكيبيديا والفن التشكيلي؟ كيفاش كتخدموا في هذا المشروع هذا؟ نعم أستاذة لبنى، أول شيء نبغي نشير أن فريق العمل حول الفن التشكيلي بالمغرب تأسس في نوفمبر 2021، والهدف من هذا المشروع هو إنتاج وتجميع وتطوير المحتوى الرقمي حول الفن التشكيلي بالمغرب. هذا الفريق يتكون من فريق النشر، من مهتمين بالمجال الفني والثقافي، وأساتذة استفادوا من التكوين حول ويكيميديا في القسم. استراتيجية العمل تتلخص في أولا تحديد لائحة الفنانين المغاربة بمختلف اتجاهاتهم، ومن أجل هذا تم اعتماد جميع الأسماء المتواجدة بمتحف محمد السادس للفن الحديث بالرباط. في إطار العمل داخل الفريق يتم تقسيم المهام كل حسب رغبته وحسب تفرغه للاشتغال، لأن كل واحد فينا يختار الفنان اللي يبغي يشتغل عليه. في الأول كانت الاجتماعات أسبوعية، مني كان لقاء ديال فريق العمل حول الفن التشكيلي بويكي كامب في إفران، اتفقنا على أننا هذه الاجتماعات يوليو شهرية، وخلال هذه الاجتماعات يتم تقديم حصيلة العمل والصعوبات اللي كنواجهوها وتشاركوها مع فريق المواكبة اللي تساعد بشكل كبير وإيجابي في إنجاح هذا المشروع. شكرا لك أستاذة حياة. هنا غادي نبغي نسول الأستاذ عمر، شحال من مقالة كتبتوا لحد الساعة في هذا المشروع؟ وكيف ما قالت الأستاذة حياة، فكنا اشتغلنا على واحد اللائحة ضمت واحد العدد كبير ومهم من الفنانين التشكيليين المغاربة، منهم من توفي ومنهم من مازال يمارس ومنهم من مازال يبحث عن أساليب جديدة وعن موطئ قدم في لائحة الفنانين التشكيليين. طبيعة الحال العمل ديالنا كان كيرتكز على ثلاثة ديال الأشياء، فمنهم من يتكلف بإنشاء مقالة، يعني هذه إنشاء مقالة نبحث عن الفنان اللي مازال ما كاينش معلومات عليه في ويكيبيديا، ثم نشتغل عليه عن طريق البحث عن مصادر. وهنايا هاد العملية كتاخد واحد المجهود يعني استثنائي، يعني أنه الفنان وجب أن نبحث عن كتب وعن كتالوجات، ثم القيام بعملية ديال التلخيص، إلى زائد واحد المجموعة ديال المحطات إلى أن تصبح المقالة جاهزة، ثم نمر إلى عملية النشر على ويكيبيديا. وثم كاين العملية الثانية هو القيام بإضافات. مثلا في بعض الأحيان كتكون المقالة موجودة على ويكيبيديا لكن تنقصها العديد من المعلومات. وكاين المرحلة الثالثة اللي كيقوموا بها بعض الإخوان المشكورين، هي عملية ديال التصحيح أو التعديلات، القيام بالتعديلات على بعض الفنانين، لا من ناحية السيرة ديالهم الذاتية، لا من ناحية التكوين ديالهم، أو لا بعض المرات حتى من ناحية الجانب التقني. لأن علاش هاد الشيء كاين؟ لأنه الفنان دائما متجدد، ما يمكنش نقوله بأن واحد الفنان هو واحد نقطة بداية ونقطة نهاية. الفنان دائما يجدد أسلوب الاشتغال دياله، يجدد الهوية دياله البصرية، يجدد كل ما له علاقة بالمنجز التشكيلي. وبالتالي فحتى هنا الإضافات أو التعديلات على ويكيبيديا خاصة تكون أجور، وهذا ما نقوم به. لهذا ما يمكنش أنني نحصر العدد ديال المقالات اللي اشتغلت عليها المجموعة، يكفي أنه الآن ممكن أي فنان تشكيلي مرموق دخلنا نبحثوا عليه، إلا وممكن نلقاو بأنه الأشخاص اللي ساهموا في تلك المقالة سواء نشرا أو تعديلا أو إضافة راهما من الفريق ديال تطوير محتوى الفن التشكيلي بالمغرب.
في الحقيقة الأستاذ عمر، كنبغي نحييكم على المجهودات اللي تتقوموا بها، خصوصا أنني واحدة من الناس اللي تيشوفوا العمل اللي كتقوموا به والبحث اللي كديروه. فشكرا لكم كاملين على المجهودات ديالكم وعلى السهر ديالكم باش أنكم توفروا لنا معلومات حول الفن التشكيلي وحول الفنانين عبر ويكيبيديا. هنا أستاذ عمر، بغيت نسولك على المراجع اللي تتشتغلوا بها، وحتى يعني احنا تنعرفوا انهم قلالين بزاف في هذا المجال، فمنين كتجيبوهم وكيفاش كتخدموا عليهم؟ بالنسبة للمراجع فهي بالأساس مجهود شخصي ديال جميع المتدخلات والمتدخلين اللي هما كاينين في هذه المجموعة ديالنا، اللي كيف ما قالت الأستاذة حياة هو واحد المجموعة متناسقة تضم فيما بينها أساتذة المادة ومهتمين بالشأن الفني والثقافي، معنا كذلك مسؤولين ديال دور النشر، عندنا كذلك مغاربة العالم اللي نوجه لهم التحية من هذا اللقاء اللي كي يعاونونا كثير المسألة ديال الترجمة ديال بعض المقالات، لأن كيف ما ذكرنا المقالات اللي حنايا كنحاولوا أننا ننشروها فعندنا ذاك التعدد اللغوي، فخاصة عندنا الجانب ديال اللغة العربية واللغة الفرنسية، ومؤخرا بدينا كنشتغلوا حتى في الدارجة موازاة مع واحد الفريق ديال ويكيميديا المغرب اللي كيشتغل على ويكيبيديا بالدارجة، فحتى حنايا انخرطنا كذلك معاهم في هذا المجهود، وبدينا مؤخرا في إنشاء مقالات بالدارجة، وطبيعة الحال كي يكون داك الترابط في كل مقال أنه متعدد اللغات، وبالتالي فاش كندخلوا لواحد المقال نلقاو داك التعدد اللغوي. بالنسبة كيفية الاشتغال فكيف ما قلت لك هو بالأساس مجهود شخصي، لأنه نعتمد على كتالوجات ديال المعارض، وبالتالي فخصنا نكون حنايا دائما أجور، يعني دائما ملمين ومتواجدين بهاد الأروقة والمعارض، وخاصة اليوم الأول ديال كل معرض فني ديال فنان أو لا معرض جماعي كيفما كان، المهم أنه خاص يكون داك التواجد في الساحة الفنية، بالإضافة إلى التوفر ديال الأعضاء على واحد النوعية ديال الكتب اللي كنسميوهم لي بوليفر. هاد لي بوليفر كي يكونوا عندهم واحد الخاصية ديال أنهم فيهم الصور والكتابة، وبالتالي واحد العملية ديال التوثيق اللي كتكون جيدة، صور من جودة ومستوى عالي إضافة إلى بعض الكتابات، وحتى الثمن ديالهم كيكون غادي على حسب القيمة الجمالية ديال ذلك الكتاب. هنا كتجي العملية الثانية هي القيام بالتلخيص، لأن كيف كنعرفوا ويكيبيديا تمنع أنه ذاك المقال اللي هو منقول حرفيا سواء من موقع إلكتروني أو كتاب أو إلى غير ذلك، إذن هنا كتجي واحد العملية ثانية هي ديال محاولة التلخيص ذلك المقال أو تلك الكتابة النقدية على فنان أو أسلوب فنانين ما، ولكن دائما مع الاحتفاظ على مصدر الكتاب اللي كنحاولو نذكروه بجميع المسائل ديالو، لا من ناحية الإيداع القانوني ديالو أو سنة الطبع أو النسخة إلى غير ذلك، أو كذلك اسم المؤلف أو اسم الناقد الفني اللي هو اشتغل. فهاد الشيء فقط كيلخص واحد العمليات اللي كدوز كتيرة من أجل إخراج واحد المقال اللي من بعد يصبح جاهزا للنشر على الموسوعة ديال ويكيبيديا. نعم صراحة، كيف ما كنقول واحد البروسيدور اللي شوية طويلة، ولكن الهدف منها أسمى هو أننا نشكلو مقالات حول الفن التشكيلي على ويكيبيديا. هنا نبغي نسول الأستاذة حياة، شنو هما الصعوبات اللي تتواجهكم؟ أستاذة لبنى، أول الصعوبات اللي كتواجهنا نتكلم على أستاذ العلوي هي المصادر الغير الكافية أو المنعدمة بالنسبة لبعض الفنانين. وتاني مشكل كنعانيو منه هو حذف المقالات،
وحد في المقالات في وقت وجيز، يعني يلا تنكملوا المقالة يتم إنشاؤها ويتم نشرها في قل من دقيقة كتلقاها تحدفات. والأستاذ علوي تكلم على المجهود الكبير اللي كتطلبوا إنشاء المقالة، وهذا شوية كان محبط في بداية الأمر. الآن كنحاولوا نتجاوزوا هذا الأمر، وكاين أيضا إمكانية إعادة بعض هذه المقالات بإرسال طلب الجهة المعنية بالحذف. كاين مشكل آخر هو اللوحات اللي ما كتنشرش ديال بعض الفنانين واخا كيعطيونهما الحق في النشر، هذا أيضا مشكل كنعانيو منه. ومسألة أخرى بالنسبة للويكيبيديا، ايضا يعني على حسب اللغه، مثلا ويكيبيديا العربيه ممكن تدير غير بدره، كتسمى بدره يعني غير فقره صغيره وتتقبل. اما الا درتيها مثلا في ويكيبيديا الفرنسيه درتي ان بيتي باراغراف باش تبدا المقاله كيرفضوها كيعتبروها ان ترافاي بور ديبيتون. دونك هادو من بين المسائل اللي كنناقشوها حتى في الاجتماعات وحنا كنتعلموا بشويه بشويه. وحاجه مهمه اللي بغيت نقول هي ان كاين بزاف ديال الناس كيعتبروا بان الكتابه في ويكيبيديا متاحه للجميع. هو هذا الامر نعم متاح للجميع، ولكن بشروط اللي خص الناس يفهموا بان كاين شروط ديال الكتابه والنشر، ماشي اي حاجه كتكتب راه كتنشر، ولا اي واحد يمكن يكتب وينشر بسهوله وداك الشيء اللي بغى. نعم أستاذة حياة، ولكن نبقاو دائما إيجابيين كيف ما أنتي كتهضري اليوم، واخا تهضري على الصعوبات ولا التحديات اللي تتواجهكم، لكن كتهضري بطريقة إيجابية، وهادشي كينعكس حتى على الخدمة ديالكم لأنكم ما زلتم مستمرين في العمل ديالكم، مازال تخدموا، مازال تبحثوا على فنانين تكتبوا عليهم، مازال يعني تتعطيو وفي الأوج ديال العطاء ديالكم في هذا المشروع هذا. فكنحييكم على هاد حبكم والإيجابية ديالكم اللي تتخدموا بها. أستاذة حياة، كيفاش تتشوفي واقع الفن المغربي على ويكيبيديا؟ نبغي نقول بأن حضارات الشعوب تقاس بمدى تقدم فنونها، وإلى رجعنا للحضارات القديمة أبرز ما تركته البشرية هو الفنون التي تمثلت في النحت وغير ذلك. لهذا واقع الفن المغربي على ويكيبيديا يجب أن يكون واقعاً يمثل المجتمع المغربي بمختلف تحولاته وتطوراته. أنا أظن أنه يجب الاهتمام بجميع الفنون وتوثيقها على ويكيبيديا، فالشعوب ترقى بفنونها. الآن أصبح الإقبال على الإنترنت كبير، ومن واجبنا التعريف بكل ما يخص المغرب وبشكل صحيح وبمصادر موثوقة. شكراً أستاذة لبنى. شكرا لك أستاذة حياة. أستاذ عمر، شنو ممكن تقول لنا على واقع الفن المغربي على ويكيبيديا؟ يعني كإضافة شنو ممكن تقول لنا؟ فاش كنتكلموا على الواقع ديال الفن التشكيلي المغربي أولا في الساحة الفنية العالمية، فهو اتجاه هو يعني فن اللي هو فرض راسه، يعني عندنا سبق الله أسماء ديال الفنانين التشكيليين اللي هما مرموقين واللي الأعمال ديالهم تزين أكبر المتاحف العالمية. فبالنسبه لينا حنا العمل ديالنا اللي كينحاصر ما غاديش نقولوا فقط في ويكيبيديا بوحدها، وانما في جميع المشاريع ديال ويكيميديا، ما هو الا توثيق لهذا النجاح هذا. طبيعه الحال التوثيق هذا نسعى ما امكن انه يكون بواحد الشكل موضوعي وواحد الشكل احترافي وخالي من اي من اي اخطاء، باش يكون متوفر بواحد الشكل سلس وصحيح نقدر نسميهم المتصفحين. وخاصة يعني هنايا أركز على الطلبة والتلاميذ اللي يعني فيما بعد غادي نحاول نوضح أنه اليوم المشروع اللي كنشتغلوا عليه أو لجميع المقالات على الفنانين التشكيليين المغاربة أصبحت مادة تستهلك في أوساط التلاميذ والطلبة ديال المدارس الفنية المغربية اللي ما كيتوفروش على مقررات،
يعني اليوم ويكيبيديا او هذا المحتوى هذا اللي كنحاولوا ننزلوه راه عنده واحد عده ادوار، من غير انه التعريف فقط بالفن التشكيلي الى غير ذلك، اليوم كنقوموا بالدور اللي في الواقع كانت خاصها تقوم به بعض القطاعات المعنيه، مثلا اخص بالذكر وزاره الثقافه ووزاره التربيه الوطنيه، اللي مع الاسف المادة تدرس ولكن بدون مقررات، وهنا يتم اللجوء إلى الإنترنت. لحسن الحظ اليوم ويكيبيديا هو واحد المتصفح اللي من خلال البحث دياله على شبكة الإنترنت، فأول بحث اللي كيحاول يطلع لنا هو ديال ويكيبيديا، وبالتالي التلميذ أو الطالب الذي يدرس هذا التخصص فيجد نفسه امام محتوى على داكشي اللي كيقلب عليه، وبالتالي حنايا الدور ديالنا هو توفير هذا المحتوى هذا يكون صحيح ويكون موضوعي ويكون خالي من اي خطا لكي تكون المعلومه جاهزه لهذا الطالبات. شكرا. نعم استاذ عمر، في الحقيقه طرحتي واحد الموضوع اللي مهم بزاف، واللي انا فاش كنت تلميذه كان عندي نفس المشكل، اللي هو انه فاش كنا كندرسوا ماده الفن التشكيلي ما كانش عندنا المقرر، وكان من الصعب اننا نحصلوا على معلومات على بخصوص الفن التشكيلي. استاذ عمر، انت استاذ ديال الفن التشكيلي كيف ما سبق لي وقلت، وانت سبق لك درتي تكوين قراءه ويكيبيديا في القسم، واش ما فكرتيش تكتب مقاله مع التلاميذ ديالك في هذا المجال هذا؟ نعم، فكيف ما وضحت الاخت لبنى، هو صراحه عندنا مشكل في المنظومه التربويه التعليميه ديالنا، عندنا مشكل هي انه بعض التخصصات، ناخذ كمثال فقط، واخا هي راه ماشي فقط على التخصص ديالنا، راه كاين مجالات اخرين. كيفاش تكلموا على مادة التربية التشكيلية مثلا في السلك الإعدادي تدرس 3 سنوات، يعني إحنا عندنا هذا القطاع المسؤول اللي هو وزارة التربية الوطنية ما قدرتش أنها توفر ولو مقرر في شي سنة طيلة هذه المدة هذه، علما أنها مادة تدرس بمعدل 2 ساعة في الأسبوع لكل تلميذ. ونمروا للسلك التأهيلي كتدرس كذلك 2 سنوات بدون مقرر، وكنمشيو حتى للمدارس العليا كذلك بدون اي مرجع او منهاج الى غير ذلك. وبالتالي هنايا نلاحظ هذا الفقر هذا اللي كانت كتعيشه مثلا ميدان ديال الفن التشكيلي في الناحيه ديال التكوين التعليم الى غير ذلك. فمن خلال المسار ديالي او لا الممارسه ديالي كاستاذ، فكانت بعض المحاولات لكنها كانت تبقى خجوله، لان فاش كنتكلموا على محاولات فرديه انذاك ما كانش اطلاع على شنو ممكن انه توفر لنا ويكيبيديا، ففاش كنا كنديروا محاولات كانت تبقى خجوله ولا تنتشر يعني مثلا بديك الكيفيه اللي كانت خاصها تحققها. من بعد ما تلقيت ولحسن الصدف تكوين ديال قراءه ويكيبيديا في القسم عند الاخوه ديال مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب في الصيف 2022 في مدينة أصيلة، فطبيعة الحال هنا جات مباشرة الفكرة ديال أنني كيفاش ممكن يكون واحد تلاقي بين هاد التكوين وبين الميدان ديال التخصص ديالي. فأول حاجة دائما كنت كنفكر فيها في أي تكوين كيفاش ممكن أنني ندير له التنزيل الأمثل على مجال التخصص ديالي ومجال الاشتغال ديالي. فهنا مشكورين الإخوة أنهم لقوني بمجموعة اللي كانت ديجا بدأت تخدم على هذا المشروع لتطوير محتوى الفن التشكيلي، واللي ممكن أنني نأكد لكم من خلال الممارسة المهنية ديالي هو أنه التلاميذ اليوم خاصة في السلك الإعدادي والثانوي التأهيلي فاش كيطلب منهم الأستاذ البحث على واحد الفنان مغربي او لا بعض اللوحات ديال الفنانين المغاربه، بعض اللوحات ربما اللي هما مشهورين، او لا السيره الفنيه او لا الخصائص التقنيه ديال الاشتغال ديال الفنان ما، فكنأكد لكم انه التلميذ مباشره كيمشي للانترنت كيبحث كتطلع له المقاله في اول بحث ديال ويكيبيديا كيدخل كيتصفح كيهز داكشي كيديه،
إذن هنايا ممكن أنني نقول بأن اليوم ويكيبيديا كتلعب الدور اللي كانت خاص تلعبه بعض القطاعات، واللي منهم مديريات المناهج ديال مثلا ديال وزارة التربية الوطنية أو واحد العداد ديال القطاعات. اليوم ويكيبيديا بفضل المتطوعين المتطوعات والمتطوعين الذين يساهمون في إغناء المحتوى ديال الفن التشكيلي بالمغرب من خلال إنشاء مقالات، اليوم هما اللي كيساهموا بشكل أو بآخر في العملية اللي كتخص تكون بها أو لا تقوم بها قطاعات أخرى. إذن هنايا فعلا هو عمل تطوعي نبيل، نساهم على قدر المستطاع في النقص من واحد الجانب مظلم اللي كانت كتدرس فيه مواد على قدها بدون مقررات. راه ممكن أننا نتخيلوا كيفاش واحد المادة تدرس مثلا في واحد السلك 3 سنوات وهي ما فيها حتى شي مقرر. إذن هذا مثلا تساؤل ربما يغيب عن البعض، ولكن راه نقدروا نقولوا لا داك الأستاذ ولا داك التلميذ راه جايين للحصة الدراسية وحتى شي واحد ما عارف شنو غادي يكون عنده اليوم، لا علاش غادي ندرسوا ولا حتى شي حاجة. إذن اليوم ويكيبيديا ربما خففت شوية من هاد العبء هذا. اليوم الأستاذ كيطلب من التلميذ أنه يبحث دافونس على واحد الفنان وعلى لو ستيل ديالو وعلى السيرة ديالو وعلى بعض الخصائص التقنية اللي كيستعملها باش كيكون الحصة المقبلة كيكون داك التلميذ بحث وقلب وجاب على الأقل واحد البحث ديالو مصغر من خلال البحث بشكل أدق على الموسوعة ديال ويكيبيديا. شكرا أخت لبنى. إذا شكرا لك بزاف أستاذ عمر على هذا الجواب ديالك، والحمد لله أنه الهدف من ويكيبيديا هو أنها تقرب المعلومات للزائرين ديالها، وهذا وصلت له على حسب ما قلتي أنه الآن ولا دراري أنهم التلاميذ ولا دغيا كيوصلوا للمعلومات ولو تهما تعرفوا شنو هو الفن التشكيلي المغربي والفنانين المغاربة اللي عندنا. فشكرا لكم على العمل ديالكم مرة أخرى، لأنه حقيقة هذا الكلام يثلج الصدر. هنا أستاذة حياة أنتم اشتغلتوا على مجموعة ديال الفنانة المغاربة اللي مازالين على قيد الحياة، واش تواصلتوا معهم وكيفاش كانت ردة الفعل تاعهم؟ أستاذة لبنى، نعم كنتواصلوا معهم، وأكيد أنهم كيحسوا بالفخر والاعتزاز وأيضا بالانتماء، ومني كيعرفوا أن ناس مهتمين بالفن التشكيلي وأنهم تيكتبوا عليهم فهذا كيحفزهم على المزيد من العطاء، لأن الفنان هو قبل كل شيء إنسان ذو قيم إنسانية نبيلة وهو ابن مجتمعي. شكرا أستاذة لبنى. شكرا لك أستاذة حياة على الجواب ديالك. للأسف وصلنا لنهاية الحلقة، لكن قبل ما نختمو أستاذ عمر شنو ممكن تقول لنا؟ ما سخيناش بهذا اللقاء أولا. إذن هي مناسبة باش أنني نشكر ونوه بالمجهودات اللي كتقوموا بها أنتم عضوات وأعضاء مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. فعلا فتحتوا لنا واحد القوس ديال التطوع وديال العمل النبيل. ربما البعض يعتقد على أننا نقوم بواحد العمل يبقى متواضعا، ولكن في العمق دياله هو واحد العمل تطوعي نبيل بدون مقابل تدفعنا له الغيرة أولا على بلادنا، ثانيا التعريف بأهم ما يميز البلد ديالنا خاصة في المجال ديال الفن التشكيلي باعتباره موروث ثقافي مهم وجب أن يخرج إلى الوجود. ثم ثالثا ما دفعنا إلى الانخراط الإيجابي في ويكيبيديا، أولا أنها موسوعة قد أسميها تربوية بالأساس، لأنه فاش كنتكلم على ويكيبيديا كنعرفوها بأنها موسوعة خالية من الإشهار ومن الإعلانات التي أصبحت تزين كذلك شبكة الانترنت، ربما تزين من ناحية الجمالية ولكن من ناحية واحد اللي داخل يقلب على واحد المحتوى وطلع له امبيبليسيتي فهذا شيء من
يخلق نوعا من الضجيج. إذا ويكيبيديا عطاتنا واحد الانترفاس اللي هي خاوية من هذا الشيء، ثم عطاتنا لاكسي لأي واحد أنه يدخل ينشأ يطور يدير تعديل رغم بعض المضايقات ديال الحد في بعض المقالات إلى غير ذلك، لكن كتبقى العزيمة والإصرار من أجل تتمين المحتوى ديال الفن التشكيلي هي الدافع الأساس. وطبيعة الحال بدون أدنى شك نحن نقوم بعمل نبيل نسعى لتطويره، ونسعى كذلك اليوم كيف ما قلت في بداية الكلام ديالي اليوم كنشتغلوا على المحتوى وبعدة لغات، يعني في إطار التنوع اللغوي حتى بالدارجة اليوم فرض راسها في ويكيبيديا، ونسعى لاستغلالها لأن ربما يجي واحد النهار ما غاديش نلقاو هاد الدارجة هادي كاينة، وعلى الأقل وجب أن تخزن وتوثق في هاد الموسوعة. كنتمنى إن شاء الله الخير للجميع، والله يقدرنا إن شاء الله حتى نكملوا هاد العمل ديالنا في تطوير محتوى الفن التشكيلي والتراث والثقافة المغربية بشكل عام، لأن كاين واحد الأوجه ديال التلاقي بزاف كما قالت الأستاذة حياة، في الزربية، في الحنة، في النقش، في البناء. إذا هذا واحد المجال تراثي ثقافي ممكن أننا نوثقوه بواحد الشكل أفضل ليكون في المتناول ديال أي متصفح وأي باحث عن المعلومة بشكل مجاني وفي المتناول وبشكل صحيح وموثوق. وشكرا. واحد الإضافة بسيطة فقط هو أنه مجمل الفنانين التشكيليين كنلقاو بأنهم يحيطونهم نقاد، وكنعرفوا أنه الناقد يعطيك بعض الأسطر مقابل قدر من المال، وبالتالي حتى الفنان كيحس بأنه راه دائما في واحد الوسط صغير اللي ما كيسمحلوش باش أنه يخرج. إذن حنا الدور ديالنا هنا اليوم هو التعريف بالفنانين، سواء رواد، المرموقين، الشباب اللي عاد بداوا ومازالين كيبحثوا على موطئ قدم. نحن نحاول البحث عن عدة مصادر الخيص ديالها من أجل أن تكون جاهزة. وشكراً والسلام عليكم. شكراً لك أستاذ عمر. أستاذ حياة، شنو ممكن تقولي لنا اليوم؟ أريد أن أضيف بأن الفنان التشكيلي يجسد الجمال في أبهى صوره، والفن هو اللغة التي يفهمها الجميع بدون تعقيدات بدون إيديولوجيات. نبغي نشكركم بزاف على هاد الحلقة ديال اليوم، ونتمنى نزيدوا مازال من العطاء. وشكرا مرة أخرى والسلام عليكم. شكرا لك أستاذة حياة، شكرا لك الأستاذ عمر. صراحة غادي نعود نشكركم وغادي نعود نحييكم على المجهودات اللي كتقوموا بها لانتوما لباقي الأعضاء ديال مشروع ويكيبيديا والفن التشكيلي، وأيضا أعضاء ديال مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب اللي كيحاولوا دائما أنهم يوفروا لنا المعلومات ويخليهم متاحين يعني لدى الطلبة ولدى الزائرين ديال ويكيبيديا بصفة عامة، واللي تيخدموا على المحتوى المغربي. وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، شكرا للضيوف الأعزاء الأستاذة حياة والأستاذ عمر على الحضور ديالكم معنا وعلى الحوار ديالكم، شكرا على المعلومات اللي تقاسمتوهم معنا. أنا شخصيا استمتعت معكم، وكنتمنى يكونوا حتى المستمعين ديالنا استمتعوا ودوزوا وقيتة ممتعة معنا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، غادي نضرب لكم موعد جديد مع حلقة جديدة وموضوع جديد وضيوف جداد. دمتم في رعاية الله.